داخل محطة تلغراف حقيقية بنيت أثناء الحرب العالمية الثانية في قرية بورث كورنو بجنوب غرب إنجلترا، يحاول مهندسو الكمبيوتر أن يعيدوا إحياء ذروة الحرب باستخدام تقنيتي الواقع الافتراضي والواقع المعزز. الموقع الذي استخدم أثناء الحرب لإيواء معدات التلغراف تجري فيه حالياً اختبارات مستمرة لنقل التجربة المشحونة بمشاعرها المختلفة للزوار. ويقوم كل زائر بدور عامل تلغراف أثناء الحرب ومساعدة الحلفاء من خلال متابعة الاتصالات السرية بشكل دقيق. ويرتدي المستخدمون نظارات مايكروسوفت هولو لانس الذكية تساعدهم على دمج ومزج العناصر القديمة في البيئة الحقيقية وقت الحرب العالمية وخلق واقع مختلط يسمح للزوار برؤية الآلات العتيقة والتحف الأثرية والعديد من الألغاز الافتراضية بما في ذلك شفرة مورس الشهيرة والتعرف على معلومات عن كل منها. مشروع التلغراف المعزز هو تجربة مختلطة تنقل المستخدمين إلى الحرب العالمية الثانية في محطة بورث كورنو، حيث يتم تجنيدهم ويطلب منهم القيام بمهام عامل التلغراف العادية أثناء الحرب. إنه واقع مختلط، ما يعني أن التجربة تعتمد على مزج الأجهزة والبرامج والأدوات المختلفة. يتعين على المستخدم أن يتعامل مع السيناريوهات المختلفة والكوارث المفاجئة وإنقاذ اليوم من خلال حل الكثير من الألغاز المختلفة. لا يزال المشروع في مرحلة تجريبية ويخطط الباحثون إلى إطلاقه عام 2020، واستطاع تأمين قدر من التمويل بقيمة 700 ألف جنيه استرليني ضمن مشروع لتحويل المساحات التراثية والمتحفية في كورنوال باستخدام تقنية جديدة.